نحفز من كل بستان وناخد من كل بستان زهرة. النهارده هنعود تاني للأحداث في مصر، لكن النهارده كان أيضا هناك مشهد استثنائي في لبنان. النهارده مجموعة من الفنانين اللبنانيين اقتحموا التلفزيون اللبناني عشان يعترضوا على تجاهل التلفزيون الرسمي للدولة لتظاهرات الشعب اللبناني، فكانت تلك اللقطة التي لا تنسى. هلا جايين نقول انه قرار تلفزيون لبنان مصادر والاذاعه اللبنانيه مصادر. مصادر من قبل مين؟ مصادر من قبل الحكم، وفي صحفيين بداخل تلفزيون لبنان عم ينضغط عليهم من شان ما ينزلوا ولا تقرير عن المظاهره. هيدا التلفزيون ملك الناس وملك الشعب، ونحن جايين نقول انه بدنا نطلع من هون لايف من تلفزيون لبنان لنقول هيدا التلفزيون للناس. احنا عم نجرب نضوي على كل الاشياء يلي عن جد مش معقول. تلفزيون الدولة تلفزيون ما عم بيغطي اهم شيء عم بيصير بهيدا البلد. في مليونين شخص نزلوا عم يعترضوا، عم بيقولوا انه خلص بدنا نوقف ضد هيدي السلطة الحاكمة. تلفزيون تابع لنا، تلفزيون هيدا الشعب ما عم يقدر يعمل ولا تقرير يغطي. قال لك انا مش عايز، مش قادر. عارفين الجملة الشهيرة بتاعت الحقير، انا مش عايز اعمل تقارير لسان حال تلفزيون لبنان، انا مش قادر اعمل تقارير. ليه؟ متكبل. خلي بالك رقم المليون، يعني كل وسائل الاعلام تتحدث عن مليون، وي هي تتحدث عن 2 مليون. الرقم ده مهول في لبنان، لان لبنان كام مليون؟ انت فاهم يعني ايه؟ يعني كل 4 5 في واحد منهم في الشارع. انا عايز اقول لكم يعني مش هفاجئكم انه كويس انه وصل للتجاهل بس، وما دخلوش في موضوع تامر بتاع غمرة. يعني كويس ان هم في مرحلة التجاهل، لان عندنا كانت مراحل فوق زقزقة العصافير وتنحية الكاميرات نواحي تانية، لقطات التغطية الشهيرة للإعلام المصري الرسمي في أحداث ثورة 25 يناير كان فيها بقى تطورات بتاعت الحق دخلوا على البيت يلا اعمل لجان. المخابرات الحربية لعبت بالبلد دي الكورة. الشعب اللبناني كان موجود بحشود كبيرة في كل مكان في ساحة النور بطرابلس. ابعد شوي بدنا نسمع ساحة الشهداء. صوتك يا بلادي. ابعد شوي على صيدة صوتك يا بلادي. ولكن اللي بنحبهم اهلنا بالضاحية. صوتك يا بلادي. نصور صوتك يا بلادي والحر ينادي ضد الفساد والاستبداد سمع يا قوة ولك ضد الفساد والاستعباد. شعبي ثوار هذا مش صوت ثوار. أعلى شعبي ثوار ساحة أحرار كرمالك بلدي ومستقبل ولدي ضد النظام والاستسلام ضد النادي. ابعد شوي بدنا نسمع ساحة الشهداء. صوتك يا بلادي. ابعد شوي على صيدة صوتك يا بلادي. ولكن اللي بنحبهم اهلنا بالضاحية. صوتك يا بلادي. نصور صوتك يا بلادي والحر ينادي ضد الفساد والاستبداد سمع يا ثوار.
أرض. إذا ما عندك أرض ما عندك وطن. لبنان بتدي الربيع قبلة حياة وإنعاش، يا محبطين افهموا الحق مش ببلاش.